الأمل بيمتد في المستقبل بسرعة 100 مليون سنة ضوئية. ده مش كلامي، ده كلام عميد الرواية العربية صاحب نوبل نجيب محفوظ اللي مصر بتحتفل النهاردة بعيد ميلاده. نجيب محفوظ قال كل الاتجاهات في نظر اللي ضل الطريق متساوية طالما لا تؤدي إلى غاية، لكن توقع المعجزات عند اليأس. قال لنا الخطأ له عذر لكن التهاون ملوش عذر. ما بين كلام نجيب محفوظ وقفت النهاردة عند كلام حسيت انه بيقوله النهاردة لكل المصريين. محفوظ قال من العبث انك تناقش تاني مفيش ناس بينك وبينهم اي ارضية مشتركة انك انت تناقشهم. واللغة المشتركة اللي فهمت ان هو يقصدها هي نقط التفاهم او الارضية المشتركة، يعني الحاجات اللي بنتفق عليها. ولو في حاجات بنتفق عليها وحاجات بنختلف عليها يبقى بنتفاوض وانا اتنازل شوية وانت تتنازل شوية. طب لو مفيش حاجات مشتركة ومفيش نقط تفاهم يبقى مفيش لغة مشتركة، ولو مفيش لغة مشتركة يبقى التفاوض عبث والتفاهم عبث والمصلحة عبث. ومسرح العبث في مصر اللي قفلناه زمان ورجع كام سنة في الواقع بعد ما بقاش يناسبنا الحقيقة في البلد دي ولا يناسب أبدا بلد زي مصر في وضعها الحالي ده اللي بترفض فيه كل أنواع وكل أشكال العبث.